كتحلمي برجيلات يعني ما فيهم لا تشققات ولا مشق ولا داك لاطراس نودل. فخليك معايا حتى النهايه ديال هاد لا فيديو، شد لكم البنات وصفه واعره 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 بزاف، فخليكم معايا. اي وحده عندها مشكل في رجلها، يعني عندها مشكل ديال تشقق ديال القدام، يعني القدام كيكونوا هكا مشقين فيهم دوك التشققات هكا، عندك رجليك يعني مشقين اولا طالع لك ديك القشره على رجليك وكيكونوا حرشين، يعني ملي كدوزي يدك هكا على رجليك كتلقاهم حرشين، وفي نفس الوقت كتحسي بواحد القشره رقيقه، يعني ما عرفتش واش فهمتوني، ممكن يكونوا رجلين مشقين كما كنقولوا حنايا. وكذلك البنات الا عندك المشكل ديال الطراطاج ديال الصنادل في الرجلين ديالك، فهاد لا فيديو غيحل لك هاد المشاكل كامله البنات، وفي نفس الوقت غادي يعالج لك رجليك ويخلي ليهم الكرطيط بين، وما نعاودش لك يعني واحد القديمه صح معمرين، ونخلي لك رجلك الرطيطبين والقشره اللي فيهم غادي تحيد ان شاء الله وما تبقاش. اليوم هاد لا فيديو هذا عباره عن وصفه صحراويه البنات، وديجا انا هاد الاسبوع كله غنديرو يعني تحضيرات ما قبل العيد اللي غادي يكونوا فيها البنات وصفات صحراويه 100%. ما غنديرش لكم وصفات يعني وصفات غير وصفات صحراويه، يعني تبعوا معايا البنات هذا الاسبوع هذا، تبعوا معايا في الوصفات وان شاء الله غادي تكونوا في العيد هكا كتشعلوا وكتضويو وغتكونوا فرحانين بالنتيجه ديالكم. المهم البنات الا كنتم مهتمين بهذا الموضوع اللي غادي نهضر عليكم فيه اليوم، فخليكم معايا حتى نهايه الفيديو، وما تنساوش اللايكات ديالكم، وما تنساوش الدعم ديالكم للقناه ديالي. وشكرا للبنات اللي عاد شاركوا في القناه، شكرا للناس اللي جاوا عندي جزائريين بزاف بزاف، شكرا لكم بزاف، وشكرا على التعليق ديالكم حتى هما اللي خطيكم، وشكرا للناس اللي كيدعمونا وكيشجعونا اللي خطيكم البنات، بوسه كبيره لكم. فخليكم معايا في هذا الفيديو هذا وغتستافدوا مزيان البنات، وباقي جايب لكم وصفات ديما توب توب توب. يلا خليكم معايا. بالنسبه للمقادير البنات ما عندناش شي حاجه زعما اللي مكلفه، فقط غادي نحتاجو هنايا الخل الابيض والفازلين ودونتيفريس البنات، اي نوع اللي عندكم في الدار يعني ماشي مشكل. فصافي غادي ناخدو واحد الطويصه وناخدو معلقه، ناخدو معلقه ديال الفازلين ونضيفو عليها البنات معلقه من دونتيفريس كيف ما كتشوفوا. فصراحة هاد الوصفة زوينة بزاف، بغيتكم تجربوها معايا البنات، لأن غتعطيكم واحد النتيجة غزالة غزالة غزالة، وتمتعي برجيلات نهار العيد يكونوا غزالين وبغيت تداومي عليها، لأن كتخلي يعني الرجلين رطيط بين ما فيهمش داك المشق الرقيق، ما فيهم حتى شي حاجة. وبالنسبة للبنات اللي كيتخسروا اليوم رجليهم هكا مع الصندالة وداكشي، فما غتبقى عندكم حتى شي مشكل البنات إن شاء الله معايا بهاد الوصفة هادي. فكيف ما شفتوا هنا غادي نحرك المكونات بجوج مع بعضياتها حتى ينسجموا مزيان، ومن بعد نضيف واحد القطرات اولا معلقه صغيره ما عمرش ديال الخل الابيض، واي نوع ديال الخل كتفضليه ديريه ماشي مشكل. اللي عندهم البنات لي شامبينيون ولا شي حاجه ولا يعني في الرجلين ديالهم، فديروا الخل الاحمر احسن، لان كيعطي واحد التعقيم، كيحيد دوك البكتيريا، كيحيد دوك المشاكل كامله البنات. فصافي انا هنا غادي نحرك هاد المكونات مع بعضياتها، يعني الخل وتوت سنان مع الفازلين، نحركهم مزيان مزيان حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي هي معقده ما خفيفه، يعني ما ديروهاش جاريه بزاف. داكشي علاش كنقول لكم ما تكثروش الخل، فانتوما شوفوا بحال هاد القوام هذا، يعني ثقيله وفي نفس الوقت راها خفيفه. فصافي هنا في هاد الاثناء غادي نحرك مزيان مزيان البنات، ونخليها حتى ترتاح، على ما نوجد انا واحد الكوماج او لا واحد المقشر اللي هو المهم بزاف اللي غنعتمد عليه في هاد الوصفه هذه. فانا غادي نحط هذا جنب، وهنا جبت واحد الطويصه واحده اخرى باش نحضر فيها داك المقشر. غنحتاجو بيضه، يعني بيضه، وغادي نفرز يعني البيض البيض على صفرة البيض. هنا البنات غادي ناخذ هنا، غنحتاج في هذه الوصفه فقط البياض ديال البيض. فانا هنا درت واحد الصفايه اللي كتفرز لي البيض البيض على صفرة البيض، ولكن اختكم سليمه ديما لي بيتيز درت واحد البيتيز هي هذيك، خديت خويت في الجنب ديال الصفايه ويتكب ليا من الجنب، ماشي مشكل، عطب تقنيه البنات، قبلوا على اختكم. فانا حيدت هنايا داك الصفر، وغنعاود نهز الطاسه نحيد منها غير بالمعلقه داك الصفر اللي داز ليا في البيض، لان احنا البنات ماشي مشكل، ولكن هاد الوصفه غنحتاج فيها فقط انا البيض البيض، لان هو اللي غيعطيني واحد لفيت ديال بحال التقشير. الا كان دايز ليا غير شويه ديال الصفر ما غاديش توجد معانا هاد الوصفه هذه. فصافي انا بعد ما غادي نحيد هنايا البنات الصفر على البيض البيض، غادي نضيف ليهم واحد المكون اللي غيكون هو
السر الخطير البنات في هذه الوصفه اللي غيعطيني واحد النتيجه رائعه ويخلي لي الوصفه ديالي صحراويه 100% باش تكون وصفه صحراويه 100%. فهنا حيدت داك الصفر اللي داز ليا، غادي نضيف واحد المعلقه ديال الملحه هنا حيت المعلقه تقصت لي بداك صفرة البيض، فانا غادي ندير غير بيديا. خديت واحد شويه الملحه تقريبا جات معلقه وصافي، غادي نمزج كلشي مع بعضياتو مزيان مزيان البنات نحرك، وعاد غادي نضيف المكون اللي هو اللي قلت لكم الاساسي والمكون الخطير اللي هو البنات، هانتوما تشوفوا معايا اللي هو النيله الزرقاء. البنات النيله الزرقاء فها رائعه في التبييض، كتحيد دوك الشوائب، كتحيد لينا داكشي كله، كتعطي واحد البياض خطير. فانا نتوما تشوفوا عندي النيله حقيقيه، فانا دابا غير شويه غتعطيني داك اللون، وغادي يعطيني يعني داك اللون اللي انا بغيت نحصل عليه. انا غادي نحرك هنايا مزيان البنات حتى نحصلوا على واحد الكشكوشه تقريبا، كتجي بحال واحد الكشكوشه، فهذيك هي اللي غادي نحتاجوها. انا غادي نحرك مزيان حتى تطلق لي ديك النيله مع داك البيض ديال البيض، وعاد غادي نطبقها على رجليا ونخليها تقريبا لواحد المده 10 دقائق حتى تنشف تماما. الا صبرتي عليها وخليتيها حتى تنشف مزيان مزيان يعني واحد ربع ساعه ولا هذا، فملي غادي تحيديها بحال دايره الجيلاتين في الوصفه. فانتما كتشوفوا هنايا غناخد واحد الشويته ونبدا ندهن رجليا ونركز على البلايص اللي فيهم التشققات ولا البلايص اللي فيهم داك المشاق ولا الاطراس ديال الصنادل، وندهن مزيان البنات حتى نحصلوا على واحد يعني تنعمر رجليا مزيان. هانتوما كتشوفوا ما غنخلي حتى شي بلاصه، غادي ندهن كلشي البنات بهذه الطريقه هذه. فضروري هنايا في هذه الوصفه ديري بشي شويه سمحوا لي نتوما عارفيني انا كندير غير بيديا، ولكن هذه حيت فيها النيله باش ما يتوسخوش لك يديك، فديري شي شويه ودهني بها، وحاولي ديري واحد الطبقه اللي ما تكونش ثقيله ما تكونش رقيقه يعني بين وبين، فهمتوني البنات، باش تحيد لك بواحد الطريقه سهله بزاف. فكما كتشوفوا انا بعد ما غادي نكمل البنات نخليها حتى تنشف ونغسلها، وعاد ندوز اولا نقشرها، وعاد ندوز باش نحط يعني الوصفه اللي درت اللي هي عباره عن كريمه على رجليا. بعد ما غسلت رجليا البنات فانا غادي نطبق دابا الكريمه اللي ديجا سبقت حضرتها معكم بمعجون الاسنان و فازلين. فانا غادي نطبق على رجليا ونخليها. بالنسبه للبنات اللي عندهم المشك بزاف، عندهم ديك الحساسيه ديال الرجلين، عندهم ديك القشره بزاف عندهم، فيديروا مني دهنوها يخليوها تنشف غير شويه ويديروا تقشرات ويباتوا بها، وغدا وردي عليا الخبر شوفوا الرجيلات كيفاش كيخرجوا رطيط بين رطيط بين رطيط بين وبيضين. ديك النيله كتعطي واحد البياض خطير، وهاد الوصفه كتعطي حتى هي واحد البياض مع واحد الترطيب اللي ما عمرك ما شتي بحال شي بيبي، قسما بالله البنات كتحسي بالرجيلات بحال ديال شي بيبي. فبغيتكم تجربوا هذه الوصفه البنات وتردوا عليا، وما تنساوش اللايكات ديالكم في هذا الفيديو، وخليوا لي التعليق ديالكم سولوني على اي حاجه نتوما بغيتوا تسولوا عليها. اختكم سليمه كتبغيكم بزاف من قلب القلب القلب القلوب ديالكم، كنحماق عليكم البنات. تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو شي فيديو واحد اخر ان شاء الله، وتبعوا معايا هذه الوصفات وتبعوا معايا هذه السلسله ديال الصحراويات اللي انا غادي نكملها معكم كلها. فكنبغيكم بزاف وباي باي لكم، بوسه كبيره.